هذه أول فرحتنا، أول فرحة تخش بيتنا، والحمد لله يعني كان نصيبها هيك. كان حلمي إنه نعمل لها أحلى فرح، أحلى حاجة في الدنيا. يعني في أحلام كتير كنت أنا وياها نقعد ونخطط لها، وبدي أعمل وبدي أسوي، والحمد لله وجهزنا هالجهاز وفرحت عليه وراح كله راح بالقصف. يعني كل ما تتذكر شغلة بتقعد تعيط، بقولها لا يا ما تعيطيش، كله بيجي هذا المال معوض. افرحي، يعني هينا كلنا حواليك، واحنا مش مبسوطين لانه اغلب اهلنا برضو مش موجودين هنا في غزة، لحنا قادرين نوصل لهم ولا نعرف حاجة عنهم، وعنا شهداء وعنا جرحى. يعني قد ما بده يفرح الواحد الفرحة بتكون مكسورة. على جبل عرفات انا اقول لك مبسوط يمكن 3% من انبساطي، بس بدي هي حالها عشان مرتي انه ابسطها ما حسسهاش، لانه هذا حقها. يعني كل بنت لازم تفرح وتحس في الفرحه، والله يعني قدر ربنا الحمد لله.